كيف تقرأ حالة التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، وما الذي يمكن أن تفضي إليه هذه الحالة؟ أولا، هذه التظاهرات وهذا التضامن الشعبي العالمي الكبير مع ما يجري في غزة هو ليس وليد اللحظة بالمناسبة، فهو يمتد إلى سنين خلت، وهذا كان بفضل أولا الفعل الفلسطيني بشكل عام والفعل العربي الذي وضع القضية أمام الغرب منذ سنين طويلة، وهو يناضل من أجل إذكاء الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية وتحشيد شعوب العالم وحتى حكوماتها لصالح النضال الوطني الفلسطيني. اليوم ربما يأتي الشكل مختلف إلى حد ما، فهو يرتقي بالتأكيد إلى حجم الحدث الكبير والمهول الذي يجري في غزة الآن، والدم النازف والمقتلة الكبرى التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد النازيين الجدد الذين أمعنوا في قتل الفلسطينيين والذين يقومون بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وتعريضهم للبرد. لا أريد أن أستطرد كثيرا، لكن دعني أقول أن ليلة أمس بالتأكيد كانت ليلة قاسية، ونحن اليوم في فجر اليوم 40 لهذه الحرب البشعة. ليلة أمس كان هناك منخفض شديد في قطاع غزة، اقتلع خيام النازحين المشردين من شمال ومدينة غزة إلى جنوبها. كل هذه يزيد المشاهد المعاناة طبعا. كل هذه المشاهد بالتأكيد كانت كفيلة لأن يكون شكل الحراك الشعبي العالمي بهذا المستوى الذي له دلالة كبيرة وأثر كبير على القضية الفلسطينية وعلى تحول الخطاب الغربي وبخاصة الخطاب الأمريكي المنحاز والشريك الأساسي لدولة الاحتلال في كل هذه الجرائم. هذا الحراك وهذا التضامن أحدث نقلة لها علاقة بمستوى إنجاز التعبير الكيانية لهذه الشعوب، فهذه كيانات مهمة في دولها، بخاصة في دول أوروبا التي لا يستطيع حكامها أن يقفزوا عن حقوق الإنسان في بلادهم، وإن كانوا يقفزون عنها في بلاد العرب على وجه التحديد وفي بلاد أخرى غير موالية لدول أوروبا، لأن حجم التضامن الذي رأيناه أحدث تصدعا كبيرا في المنظومة الأوروبية ثم حتى في الأمريكية، لأنه في بداية الحرب كانت هناك رواية صهيونية ساقها الاحتلال وتماهى وتشارك معها الغرب على أن إسرائيل بين قوسين ضحية عملية كبرى طالت المدنيين، لكن عندما تطور الأمر إلى هذا المستوى وذهب نتنياهو بحكومة حربه إلى قتل الفلسطينيين عبر الإبادة الجماعية التي تعرضوا إليها وعبر قتل ما يزيد على 12 شهيدا ارتقوا ألف. حتى اللحظة منهم أكثر من 6000 طفل، ناهيك عن ضرب المشافي وضرب كل المؤسسات الأخرى والبنى التحتية وآخرها اقتحام مشفى الشفاء ليلة أمس، هذا المتخيل الكبير الذي وضعه الاحتلال نصب أعينه كهدف حتى يخرج ويقول لقد حققت الانتصار العظيم بدخول هذه المشفى الذي يدعي أنه بقعة أو موقع أو مركز للمقاومة الفلسطينية. على أي حال، لا نريد أن نخرج كثيرا عن محور الحديث، لكن نعود إلى حالة التضامن. نقول إن حالة التضامن هي في غاية من الأهمية، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعطي دفعة معنوية كبيرة للفلسطينيين، تشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم وليس العرب لوحدهم. نحن بالمناسبة نثني بالتأكيد على كل التظاهرات اللي خرجت في العالم العربي، وعندما نتحدث عن حالة التضامن نحن نتحدث عن الغرب، أما عن العرب فهم حكما شركاء مع الفلسطينيين. ودعني أذكر هنا أن أول من دعا وقام بهذا الحراك هي مصر حكومة وشعبا، وخرجت المظاهرات، وما زال يعني المصريون يكفي أنهم يخوضون معركة المقاطعة الاقتصادية لكل المنتجات الإسرائيلية والغربية، وهذا بحد ذاته كفيل لأن يلجم الاحتلال، لأنه كل منتج ويسهم
أو يساهم في تسليح جيش الاحتلال الذي يقتل شعبنا في غزة. لذلك نحن بالتأكيد نثمن ونؤيد ونعلن أن هذه التضامنات يجب أن هذه الحراكات يجب أن تستمر، لأنه أذكر أيضا أن حكومات العالم أيضا لها سياستها الخاصة تجاه هذه الحرب، وإن كانت تقع في حيرة من أمرها الآن بين شعوبها وبين مصالحها المنحازة لدولة الاحتلال ولأمريكا.